السلام عليكم. سنة وحضرتك طيب. انتوا طيبين. سلام يا رب. دام الله عليك الصحة والعافية. وما بارك حضرتك. الحمد لله. والله كنا فعلا تحت سابع عرض. اقسم بالله العظيم حضرتك طلعتنا الى عنان السماء. والله ما عارفين نشكر حضرتك ازاي اللي تعمل فينا. والله فعلا كنا مدمرين خالص. واتس عالم 96 مدمرين. حضرتك والله انقذتنا فعلا. انا عارفه واثقه والله ان انت مش هتخلي حاجه لينا. بس انا عايز اعرفك يعني ايه اللي هنا مقصر في القريه. شوف اسمعك أصل واحد منكم عارفين والله يا رئيس. لا اسمع واحد منكم صحيح عارفين والله. أنا بتكلم حقيقي عارفين والله يا رئيس. وأنا والله العظيم لو كنت أقدر أدور من السماء والدنيا عارفين والله يا احنا عندنا فندم من الوحده الصحيه دي وحده طب اسره ففيها عيادتين طب اسره عياده طب اسره واحد طب اسره اثنين. ده لمنع الازدحام ومنع التكدسات والاصابه وتاخير وقت الانتصار الخاص بالمواطن. بالاضافه فندم عندنا عياده طب الاسنان. مبسوطين؟ مبسوطين. تعلموا كويس؟ تيجي المدرسة كل يوم؟ كل يوم. يا ريس انا بطلت عليك الشكفزون وبدعي مصر والله ويسلك على من يعاديك يا رب. امين يا رب. خليك في البلد وعمر الحقيقي. ما فيش رئيس عمر. كسر خالص. الله يبارك فيك يا رئيس. الله يكرمك. يا رئيس مستنيك ليها ساعدي والله.